هذا يا جماعة الخير اسمه بحر البلطيق هذا أو خليج البلطيق يسمونه خليج البلطيق. الله تشوفون البحر يا إخوان، تشوفون الشاطئ هذا كله شاطئ للناس اللي تسبح. طبعا الحزة هذه ما هي حزة ناس تجي تتسبح كثير أتوقع، لأنه باقي ما جا الويكند ناهيك على أنه وقت دوامات، فما في ناس كثير، شو ما في إلا مجموعات خفيفة، وهناك في زي الشاليهات شكلها هذه الأجار اليومي، عادة تجي تمشى هنا، في ناس يتسبحون هناك. البلد كويت أصلا كطبيعة بلد كذا بشكل براسها، لكن والله رايق البحر شكلها نظيف، لكن الشاطئ نفسه نظيف. اسمعوا صوت البحر، صوت الموج هذا أنا دائما يحرك فيني كل مشاعر مشاعر إيش؟ كل مشاعر جميلة، كل مشاعر جميلة. طبعا هذا البحر يا أخوان الخاص بالسباحة، وفيه اللنشات والبوتات بعد، قاهر بالصيد والسوالف ذي تشوفونها في هذه المنطقة. بحط لكم اللوكيشن، بيجي يسبح يجي هنا. الله شوف الفيو يا جماعة الخير، نسمة الهواء اللي جاية والقوارب، يا الله